السلام عليكم مشاهدينا وحبابنا وأهلنا، أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم صفر رحالة. أهلا وسهلا فيك يا خالي معالي وبالمشاهدين. اليوم رحلتنا رح تكون على الريف جسر الشغور، ورح نعرفكم على منطقة بتكون تحت واحد من الجسور اللي على طريق الانفور المعروف للكل، وكمان هذا الجسر بمر بواحد من روافد نهر العاصي اللي عاطي جمالي لهالمكان. فخلينا خالي معالي على السريع نروح نجيب شرحات اللحم والأغراض اللازمينة ونتوكل. يلا تفضلي. بدنا نوع شوكولا هيك يكون طيب جنب القهوة. السلام عليكم. بدنا كيلو شرحات تكون مرتبة، تكون طرية، تكون من الفخذ يعني. مع كم شرحة دهنة يعني، معلش لو حطيت مع دهنة. ما شاء الله يا خالي، قديش صارت لنا رحلات ورحنا على اماكن، بس بتحس كل مكان عم نروح له له رونق خاص فيه ومميز عن الثاني. ما شاء الله. وهون على هالنهر كل واحد كيلومتر بتتغير كل الطبيعه حواليك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، فعلا هذا المكان كثير حلو، واحلى شيء فيه الهدوء، بعيد عن ضجه السيارات وروايح السيارات والمدينه. سبحان الله. شلونكم يا جماعة؟ إن شاء الله بخير. ولازم إذا اشترينا الشرحات عند القصاب لازم بعد ما يشرحون يدق لنا إياهم لحتى يكونوا رقاق وطراية. وجهزوا حالكم يا جماعة، رح نقولكم مكونات طبختنا اليوم، وهي الشرحات مع الفطر مع البصل والفليفلة خضراء فليفلة حمراء، ورح نطفيها بالثوم والليمون. أكلتنا اليوم خفيفة وطيبة. طبعاً في ناس بتحب تقلي الشرحات بزيت مازولا، بس تقليها باللي بتكون افضل بكثير، بتطلع اطيب واطرى. اكيد اللي بتعطيها زكاوي وبتعطيها طراوي حتى كمان. في ناس بتطبخوا جنبها رز، في ناس بطاطا. بس نحن ما رح نعمل جنبها غير السلطه، اليوم طبختنا خفيفه على الطبيعه هيك الحلوه. يعني فيكم تعملوها ببطاطا او جنبها رز، وفيكم كمان تستبدلوها بسلطه او بيواز. طبعا في ناس خالي كمان بيعملوا بدل اللحمي شرحات جاج. ايه كمان ايه بيطلع كثير طيب. ايه بتصير طيبه. ايه بس الغنم غير صح. غير
وهلأ رح نحط الشرحات نقليهم قبل الكل لحتى تتسقسق الدهنة بالأول. نرش لها حبة ملح عشان إذا حطينا الشرحات ما يلزقوا. خالي وأنا رح جهز لك هون الزيت والبصل. أيوة. بسم الله. أنا مشغلة؟ إيه شغل. وهلأ رح نقلي الدهنة مشان تفقي مية الدهنة لحتى تتسقسق الشرحات فيها تصير أطعم وأزكى. هلأ الملح هيك بخليها تنز. رح نحط لها رشة بهار. خالي شرايح اللحمة رح تبليها أول بأول؟ لا إيه عنا برشلون كل ما بقى اليوم برشلون الملح. شوفي هلأ بس فقيت بالدهنة هاي اللي بتفقي رح نقلي الشرحات فيه. بسم الله. معناها خالي لبين ما تفقي الدهنة ايه فقط الزيت. ايه هلا رح احط كمان شرحات جنبهم لانه طلع زفر الدهنة. احط لك اياها هون عشان نقلي فيها البصلة ما هي عشان ما نتاخر. بسم الله. ملح وبهار. اللحمة ما واطية أي بهارات تانية غير الملح والبهار ما بتصير تتجرك طعمة اللحمة إذا حطينا لها من البهارات التانية. هلأ رح نحط البصلة قبل الشي. بسم الله. رح نعمل جنبها قبل ما تخلص خالي ام علي سلطه خشتي او باللهجه المحلين قطش تقطيش. سلطه بس خس وملفوف احمر مع شويه بندوره وفليفله خضراء وشويه فليفله حمراء. هيك هاي السلطة على طريقتي خالي اليوم، خلطت لك بين البيواز والسلطة. يسلموا ايديك يا رب. وهلا رح نطب الفطر بعد ما قلينا شوي الخضروات هدول. بعد ما عصرناه من المي على السوا رح نطب الفطر. هون. هلأ رح نطب الشرحات فوق الخضروات عشان يتسقسقوا ويطروا. أكثر من هيك رح نفضي هالدهنة اللي تسقسقت هي ونسلت الدهنة عشان تصير هيك اللحمة أزكى. هلأ رح نغطيها شوي لحتى تصير طرية. هالي وأنا خلصت السلطتين ورايحة بما أنه الشباب شغلونا نار هون على جنب رح أقوم أعمل فنجان قهوة له لك. يسلموا إيديك. يسلم. الله يسلمك يا رب. الله يعطيك العافية. رح نغطيها هلأ شوي ونعيفها. أخيراً كاسة القهوة.
تسلموا يا زهرة. بعرفك روح قلبك شوكولاتة سادة. مي مزبوط. يلا. شوكولاتة المرة جنب القهوة غير شكل. ايه والله. طيبة. كثير حلو انه جبنا اليوم معنا هالشرحات اللحمة بهالمكان الحلو. وراح نطفيهم بالثوم والليمون ويا عيني على هالأكلة المدللة. ترى صار لي زمان ما أكلتها. قهوتك كثير طيبة يا زهرة. واليوم بالكاسة. نسيانة تجيبي الفناجين ما؟ نسيت تجيب الفناجين. بس طيبة خالي ما تقولي لا. طيبة بالكاسة بالفنجان القهوة طيبة جنب مع شوكولاتك المفضلة. خلينا لكن خالي الله يسلمك يا رب. خلينا نقوم لكن نلحق أكلتنا. انتي تفضلي. هلا رح نطفي هالشرحات بالثوم والليمون. بسم الله صارت طبختنا هلا جاهزه. وانا رح تبل بقى السلطه خالي وجهزها عبين ما تخلصي. يلا نعيفها شوي هيك تتغطى تتشرب طعمه الحمض والثوم. نغطيها شوي وهيك بتكون صارت جاهزه ان شاء الله. هلا عصرنا على السلطه الليمونه وملح وشويه نعناع بس. هيك كافي. هلا هيك طبختنا صارت جاهزة وراح نصبها. اليوم طبختنا خفيفة ولطيفة وطيبة. ما بتاكل شغل كثير. نحط هالخبزات المسقسقة، نحط الشرحات فوقهم. يا سلام. يا سلام. ما راح ننزل المي كثير، هي الدهنة. بسم الله. خالي ذكرتينا بمقطع من مسلسل جميل وهنا. ايه وقت بيكونوا عاملين شرحات لحمه كمان وبتجي ام محمود واليوم الشباب هيك. وهذا الفطر مع اللحمه كثير بيعطي طعمه طيبه، بصير طعمته مثل اللحمه. ها كمان رح سين لك اياهم دوائر البصل. هلا هيك اكلتنا صارت جاهزه وعلى 24 ضل علينا ندوق ونفرجيكم قديش اللحمه طري. تفضلي خالي. بسم الله. شايفه اللي بتندق بال عند القصاب بتصير طري لحالها بتنزل. اي والله شوفي لها نازله نيفه. قلت لازم ندوقها مع الفطر جد. هالاكله طيبه واحد بغير شكل فيها على الطبخات العادي والتقليدي. ايه الفطر شقد بتاع طيب ولا نكهة الثوم مع الليمون غير شكل. يا جماعة كتير طيبة. ولاد استنوا العيد والأضاحي جيبوها وجربوها. أيوة اللي ما بيحسن يجيب لحمة الخروف يجيب شرحات الفروج. معلش كمان عن جد ما بيندم. تطلع طيبة. اي والله كتير.
ولهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم. إن شاء الله بنشوفكم على خير برحلات جديدة وعلى أماكن جديدة. السلام عليكم.